يا أبا المفروض ان الدين لواحد زين،
واذا كان في النظام والنظام موجود عندي انا اذا حاجتي الى النظام يعني احنا حتى العبادات في حد ذاتها ايضا ما هي الا وقائف يعني مو مقصوده لغايتها يعني يعبروا عن المناطق ملحوظه باللحاظ الالي مو بالاستقلال شلون يعني مثلا انا لما اعبر لي على جسر ما قصدي اعبر على الجسر انما قصدي اوصل ذاك الصوت لكن الجسر يوصل لي ذاك الصوت او انا مثلا عندما انزل لي مرايه اعاين بالمرايه طبعا انا مو قصدي المرايه انما قصدي اشوف وجهي اللي يراويني وجهي هو المرايه اذا المرايه واسطه ليس الا كذلك انا لما اصلي او اصوم الامور العباديه ليست مقصوده لذاتها يعني مو القصد اني من الصوم اجوع مثلا او القصد من الصلاه اني اقرا الحمد واجيب الحركات اللي هي عباره عن ركوع السجود لا انما الواقع هاي كلها مظاهر لمعنى اسمى المعنى الاسمى شنو هو رفع مستوى الخلق كذلك القوانين وظيفتها بالحياه شنو وظيفتها بالحياه تقويم المعوج من السلوك ان تراقب سيره الناس وتنظم تعامل الناس بطبيعه الحال بيهم القوي وبيهم الضعيف وبيهم العالم وبيهم الجاهل وبيهم اللي مثلا الغني وبيهم الفقير وبيهم طبقات على كل حال لا بد من تنظيم بشؤونهم التنظيم هذا شلون يكون طبعا يكون بنظام وضع نظام الاديان اذا وظيفتها هي عبارة عن إصلاح النظام الاجتماعي فإذا كان النظام الاجتماعي موجود يعني قانون أقوى حاجتي إلى الدين شنو؟ تبدل النقطة هذا السؤال لأننا قلنا أن الله أصبح الأرض بالأديان وقلنا أنه الآن فقهاء القانون يقولون البديل هو القانون ما كنت داعي إلى الدين لأن القانون موجود البديل موجود حاجتنا إلى الدين شنو؟ خلينا نلاحظ هل هذا الجواب صح؟ يولا طبعا ليه؟ للأسباب الآتية نفذ أولا أن الدين ينفذ حيث لا ينفذ القانون يعني قانون يقدر يلزمني إذا وجدني متلبس بالجريمة لا بد منها أنا ليس أسرق متلبس بالسرقة القانون يلزمني شافني مثلا أنا متلبس بالقتل جهارا يقدر لك الوقت القانون يلزمني لكن لو فرضنا اني انا في مكان هذا المكان اللي انا فيه نعم بعيد عن رؤية القانون لطبيعة الحال انا في مثل هالحالة ما يلزمني القانون يمي اموال ذهب وانا دين ما عندي واكثر اسلم قانون ما في راح اني اسلم او لا طبعا اسلم في الحالة اسلم أنا في هالحالة ينفذ الدين حيث لا ينفذ القانون يعني الآن تصور الأمم الراقية الآن أكو شعوب راقية أكو أمم راقية بلغت مرحلة كبيرة من الحضارة لكن مع ذلك نلقى نسبة الجريمة بها مرتفعة ليش مرتفعة نسبة الجريمة؟ مع وجود القوانين لأن القانون في واقع الأمر ما يقدر يلزمني أنا إذا أردت أستعمل المسكر في داخل بيتي لكن الدين يلزمني ليش يلزمني الدين رقيب الدين يجردني رقيب ذاتي رقيب من داخل نفسي رقيب فما يحتاج الا ان يفرض عليه شرط من الخارج أيوة. فالدين اذا ينفذ حيث لا ينفذ القانون ولهذا احنا نلاحظ ان المتبرجين بالاجرام يهرب من القانون لكن ما يقدر يهرب من رقابه الضمير يبقى الضمير يلحق اذا ارتكبنا جريمه ضميره يظل يلحق الحجاج لما قتل سعيد بن جبير رضي الله تعالى قتل سعيد بن جبير وعلى ما يقول بعض المؤرخين يقول سعيد بن جبير مات وتبت اهل الارض واحتاجوا لعلمه طيب هذا سعيد بن جبير هرب بالجليل ودى وراء الحجاج احفاره قال له ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير قال بل تقي بن كثير قال الله اعلم نعم الله اعلم بخاتمتي يعرف سعادتي او تقائي وامي اعلم باسمي قال سقيت وسقيت امك قال الغيب لا يعلمه الا الله قال انا اعلم الغيب قال لو كنت اعرف انك تعلم الغيب لاتخذتك الها قال اي قتل
بيشتكتنه. قال اوجعوه. دوروا حولوا الى غير القبلة. فقرأ اينما تولوا وجوهكم فتم وجه الله. قال كبوه على وجهه الى الارض. فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. قال اوجعوه اذبحوا ذبحوه. انفصل رأسه وهو يقول اللهم لا تسلط الحجاج على احد من بعد. مباشرة فرغ الحجاج من قتله امسكه الظلم. صار عليك الظلم. قام يجي الليل يجهر اول ما يبدا يجي وقت النوم الى فراشه يبدا يصيح يصرخ يجهر اغيثوني من سعيد بن جبير كلما عرفت النوم اخذ بحلقي كلما اتى النوم ياخذ بحلقي يسلمني. المفروض ان سعيد بن جبير بسرعه الرجل ويمه لكن هذه حرس صغير بدات تلاحقه الى ان هلك. هذا العقاب في الواقع الانسان قد يفلت من القانون لكن عقاب الضمير ما يفلت منه. ثانيا ان القانون يتاثر بواضعه بينما الاديان لا تتاثر من هذه الناحيه. شفت لها نقطه شويه الان اللي يضع القانون منه. طبعا احنا نعرف المجتمع في طبقات في طبقه نسميها مثقفه وطبقه غير مثقفه. حتى اظن مجلس النواب اللي يضع القانون اكو في هيئه تشريعيه مهمتها وضع القوانين. الهيئه التشريعيه تختلف في نمط تفسيرها عن الهيئه التنفيذيه الاجرائيه. يعني احنا الان لما نجي الى فقيه قانوني الخط يم واحد يفرض مدير شرطه. نمط تفسير هذا غير نمط تفسير هذا. الروح العسكريه الموجوده عند هذا غير الروح اللي موجوده عند هذا. القانون يتأثر بقلم واضعه ويتأثر بالطبقة اللي ينتمي إليها. كيف؟ ولذلك الآن مثلا وحدة من المفارقات الماركسيين يقولون أن هذه القوانين اللي طرحها مجالس النواب مجلس الشعب لأن دول هم المنتخبين فالطبقة خاصة ما يمثلونها إطلاقا. يتكلم بلغة خاصة يتكلم بلغة طبقته. تقول له إذا كان الطبقة تأثر فهو نفس الشيء أنت أيضا تنتمي إلى الطبقة. أما معناه أنت ما راح قانونك ما راح حقك. يقول لك لا أنا حقك مصلحة الأكثرية لأن الأكثرية عمال والشكل فأنا حقك مصلحتهم. وطبعا هاي من باب الدعوة شوفها تمام دعوة مزوقة لكن وقت التنفيذ تجي تلقى اليوم الحكم أربعة خمسة طبقة خاصة. لا هذا التطبيق العملي الموجود. تنتهي إذا هذه النقطة أنا استمرت أقول فيها بدون أصح لكن هل أقول انطلاقا من مجارات بعض الكتاب اللي يقول أن الطبقة تتحكم بالقلم. يعني هذا واضع القانون أنا لما أنتمي إلى طبقة ويضع القانون يتأثر بطبقته. لكن الله عز وجل مو ينتمي إلى طبقة معينة. الله رب العالمين إذا وضع قانون القانون للجميع ما عنده مصلحة أن يحاج جماعة على حساب جماعة. لا يحتاجهم ولا يفتقر لهم ولا يتأثر بطلبة. إنما هو رب العالمين يضع القانون للعالمين كافة. اثنين ثالثا من فروق الدين عن القانون أن القانون لا يستطيع الإجابة على أسئلة يستطيع الدين الإجابة عليها. الآن أنا أجي للقانون أسئلة للقانون أقول له أنت تقدر تنظم لي أمور معاد أموري من بعد الموت. يعني بتعبير آخر أنا صلتي بالحياة من أضلع ما انقطعت. تضرب واحد مات ما انقطعت صلته بالحياة. كان تعبان حط له تكفله تاركه مو طلع أولاد تزوج وأخرج أولاد إلى صلة إلى امتداد طبيعي بالحياة. من مات وراح أولاده شنو خلاص هو راح يصير تراب حتى يقطعون ايديهم ويقولون ايديهم من عند الخرطوم يولا عند عالم اخر. هذني اشياء ما يستوعب القلب ولا يستوعب ابدا. لما تجيب لك مجرم لانه ما له علاقه بالقضايا اطلاقا. القانون يقول لك انا مهمتي ان انظم انماط السلوك الاجتماعيه. اما اجاوبك على اشياء هي ميتافيزيك يعني ما وراء طبيعه ما اقدر اجاوبك عليها. هيجيبني عليها ياهو يجيبني عليها الدين. الدين هو اللي يجاوبني وينظمني. اكو فرق نقطة ما قلت انا اقدر اقررها الى جبل يسميها هو هذا احد علماء الاجتماع.
يسميها الأفعال الفعالة التي تنعكس على السلوك طبقا وتلقا. شلون يعني؟ الآن افرض أنا لما أعرف عندما أمدح فلان عندما أمدح راح يعطيني 1000 دينار والكثير هاي شعوري لأني راح أحصل 1000 دينار ينعكس عليها من؟ ينعكس على نمط القصيدة اللي راح أمدح بيها. شايف؟ يعني خلنا أوضح لك أكثر. افرض المتلبي لما اجى راد يمدح سيف الدولة، تصور ان سيف الدولة راح يعطيه 10,000 دينار. هل 10,000 دينار انعكست علي من على قصيدته مبدئيا فاصبح راسا قبل ان يطلع على سيف الدولة؟ يقول له لو كان علمك بالاله مقدما بالخلق ما بعث الاله رسولا، او كان نقلك فيهم وما انزل التوراة والقران والانجيل. نفس كنت انعكس الوضع انشرح ال 10,000 دينار انعكس على قصيدته مبدئيا. هذه يسموها الفعل الذي ينعكس صدق وسلف. ها؟ الفعل الفعال اللي ينعكس صدقا وسلفا. يعني ما اقدر اترجم لك بهاللحظه. الواقع ان هذا اللون تماما بالنسبه الى الدين موجود. شلون؟ يعني انا لما اعرف اني من اموت مو خلصت صلتي بالحياه، لا، بعدني صلتي بالحياه موجوده. شلون بعدني موجوده؟ يعني انا معاتب ومعاقب حتى ان اتركت الوصيه، حتى تنظيم اموالي من بعد الموت لازم انظمها، لان عندي علائق بالحياه وغدا اسال امام الله. هذا شيء ما يجاوبني عليه القانون، انما يجاوبني عليه من الدين. الدين بالواقع انا ما ممكن استغني عنه، لان الدين نظام، والدين الدين بعد يضع لي نقاط في واقع الامر ما يقدر القانون يعوضني عنها. شو انت بتفهمني؟ والله هي نقطة مهمة جدا ارجوك ان تسير بها. الان لو دخلنا للمجتمع الالياتي مثلا، ادخل الى بيت العامل، القى بيت العامل بسيارة، في جهاز شباب، في تلفزيون، في ادوات راحه، يعني المواد التكنولوجيه كلها موجوده بالبيت. القاه يطلع لي برا عنده قوه شرائيه، عنده رصيد بالبنك، من ايده الى جيبه يطلع فلوس مثلا. زين القى الان في اوروبا اشخاص من هالنمط، لكن القاه بعد يومين ينتحر. لا تاكل بحب، عنده زوجه جميله ومرتاحه. لا فاكر بدراسة، أخذ شهادة جامعية. لا فاكر بعمل، أكو عنده ضمان وعنده نقود وعنده رصيد بالبنك. إذا شنو اللي دفع عن الانتحار؟ شيء اللي خلاه ينتحر شنو؟ فلان ابن فلان مليونير، عنده كل الحياة، نعيم الحياة، وأطلق على نفسه بالقاف. ليش؟ سبب شنو؟ أجي إلى قائمة الأدوية، أكو اكسبيرمنتال ميثود، الطريقة الإحصائية. يعني انا لما اجي الى هاي الطريقه القى بالصيدليه نمط الدواء اللي ينباع، على سؤال عندنا ما موجود، موجود في اوروبا، ان نوع الدواء اللي ينباع شنو؟ يستدلون منه على الحاله الاجتماعيه، هاي الادويه اللي تنباع شنو هي؟ هذا اللي ينباع نوع من الدواء، الدواء المهدئ مال الاعصاب اللي يخلي الانسان يحتاج ان يهدا اعصابه ثائره منفذة دائما، ياخذ مهدئات مهدئات. تلقى قائمه الادويه مال المهدئات قائمه ضخمه. سبب شنو؟ سبب فقدان الحياة من غاية. الحياة متى ما تحولت إلى جانب مادي فقدت هدفها. شلون فقدت هدفها؟ يعني أنا إذا الحياة في نظري بيت أسكن بيه، أسكن في البيت، وزوجة، والزوجة حصلتها، وأموال، والأموال حصلتهم، أبقى أتنفس. شو أسكن عندي بعد؟ أبقي كثير من الحياة. جنس أنا شبعان منه. فلوس شبعان منه. بيت قاعد، اموال عندي، سياره عندي، ابقى اتنفس. شنو هدفي في الحياه؟ اشعر بفراغ فظيع، ما عندي هدف. تصبح الحياه جحيم مقبل في عيني، اتخلص من عندها بيت، اتخلص من عندها بمختلف الوسائل. اريد لفتي يثيرني فالاثاره. شنو الشيء اللي يثيرني؟ يوم اسوي مصارعه، يوم الخبط مكتفي، الخبط روحي، يوم اجي اكتب اسوي 100 ريال
اسوي لي فرد صور، يوم اجي اسوي شعر خرص ما الى راس ولا الى فاس. هاي كلها وسائل تعبير تفني، وسائل تعبير عن مدى الضجر النفسي، اللي تثبت ذاته، اللي يسكب ذاته بالقلم او يسكب ذاته بالسلوك الاجتماعي مقابله لذاته، يدور على ذاته ضايعه. ذاته من عند ضايعه تماما ينتقل للانتقام والانتقام. ينتقل يتخلص من ضغط الحياه. لكن الدين شنو مهمته هنا؟ الدين يرسم للانسان هدف في الحياه. شنو الهدف؟ اني جاعل في الارض خليفه. شنو مهمته؟ اعمار الارض، اعمارها ماديا ومعنويا. اني انا ما اشتغل بس لنفسي، لا، انا اعمل حتى اوسع من عملي على الكبد الجائعه، اعمل حتى اترك لي اثر يخلدني، اعمل حتى اصنع لله ما يتركني ممتد في الحياه، مستمر في الحياه. اذا وجود هدف للانسان في الحياه ما يخليه يسال من الحياه، يظل على تماس بالحياه، وتظل الحياه على طول في نظره بهجه وحديقه مؤلقه. وعن هذا الطريق يبقى يعيش الحياه في حياته ويعيشها بالاثر الصالح بعد مماته. اذا كان ماذا تخطى طويله للكاري؟ ماذا تخطى الفروق بين الدين والقانون؟ فروق طويله. زين؟ اهم الفروق ان القانون يتاثر بالوقت. شلون يعني يتاثر بالوقت؟ يعني انت شوف الان المشكله اذا حل القانون اليوم مشكله، نفس الحل باكر يتحول الى مشكله. يعني اليوم اذا القانون وضع لي ماده لحل مشكله، بعد يومين ثلاثه هي الماده تتحول الى مشكله، تصير مشكله، سنتين ثلاثه يتغير، والان تلك القوانين تتغير، طبعا لذلك تتغير، في تغير مستمر. لكن الدين لا، يعطيني صيغه محكمه بالحياه، ويعطيني اجتهاد ضمن نطاقها. شلون يعني؟ شو تبي تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. القوه شنو؟ القوة بالحقل الاجتماعي التنظيم، القوة بالحقل المادي نعم معامل، القوة بالحقل الفكري علم، كلها قوة احنا مأمورين بإعدادها. في اليوم السلاح مثلا كان أيام النبي فيه كان قوة، بعدين صار تفكه هو قوة، بعدين صار قاروخ هو قوة، نفس يضع قاعدة ويترك الاجتهاد ومن هالقاعدة. إذا في واقع الأمر الدين يملأ بجوانب ما يملأ في القانون. الله اصلح الارض للاجيال. احنا شلون نجي نفسدها للاجيال؟ نفسد الارض بافساد الاجيال. شلون نفسد الدين؟ نجي للدين نخلط به خلط عشواء. اولا نخلط بين الدين وبين حملة الدين. راسا لما يريد يجي ينتقد الدين، راح الدين منه؟ الدين غير فلان، هذا اللي ما تشوفه ياكل وما ادري يسوي وما ادري وين يروح وما ادري وين يعمل. يعني افرض انا رجل مفتش، انا اكل بسوتي واخلاقي مو طيبه وسلوكي مو طيب، انا مو ذنب الدين، ذنبي انا. الدين عباره عن مجموعه من التعاليم، اذا طبقتها سميت نفسي متدين، اذا ما طبقتها ما سميت نفسي متدين. انت لا تجي تخلط بين الدين وبيني، لا تقول ان الدين مو زين بدليل ان شيخ فلان مفتش، ولا تقول ان الدين مو زين بدليل ان شيخ فلان مفتش. لا لا، ما له علاقه الدين، ما له علاقه باشخاص. الدين الى عنوان اذا طبق سمي الانسان متدين، اذا لم يطبق ما سمي متدين. فانا اجي احسها اولا بهالجانب، ثانيا بالشبه. شنو الشبه؟ يا بدر الدين ما اصبح يساير الحياه، ما عرفت وصف فيه رجعيه، ما رجعنا في ليله الى 1400 سنه. الان الدنيا تطورت، بتكون هو الدين وقف بوجهك، التطور السريع تطور ووقف الدين بوجهك. يعني حاليا الان اكو عندك نص يقول لك لا تسوي معمل، اكو عندك نص يقول لك لا تطلع الدواء في داخل بلدك، اكو عندك نص يقول لك لا تطلب علم، اكو عندك نص يقول لك لا تنمي ذوقك لا تصير نظيف. كلها لا، هذا يريد من الدين. شو يريد من الدين؟ يريد من الدين ان يسمح له ان يشترك المراه بالشارع ويقول له هذا فعلك مشروع ترى ما يعني يريد الدين ينزل الى مستوى الغرائز الدين. يعني يريد الدين يحول الدين الى مجموعه من الغرائز. لا، الدين اسمى من هذا، الدين هو غرائز. الدين ينظم لك الغريزه في الحدود المطلوبه.
اكو زواج معقول تقدر تتزوج، في نفس الوقت ثمرات الزواج اكو طفل تقدر تربي الطفل، ترتفع بالحياه الى مستواها اللائق الكريم، ما تنزل بالحياه الى مستويات غرائزيه حيوانيه تطلب من الدين الصحاح لك، لا طبعا الدين بهذا رجعي صح، اذا صحت الرجعيه اذا هذا رجعيه الدين بهذا رجعي. اما ان الدين يقف في وجه التطور ابدا، فكرك نميه لدعمك الدين، صناعك تنميها لدعمك الدين، الارض استثمرها وزرعها، الدين يدعمك دعما لا حد له، وما وقف الدين يوم من الايام في وجه التطور قط ابدا ولن يقف. هنا افساد الاديان بايراد الشبهات، بغلغلة الشكوك، بالخلط بين الدين ورجل الدين، أي واحد. ثانيا أصلح الله الأموال، أصلحها بيه؟ أصلحها بتنظيم العلائق المالية، طبعا أنا أذكر لك قواعد عامة أخطرها أضغطها بطل. أصلح الله الأموال بتنظيم القواعد، شلون القواعد؟ كتبتي مثلا الله عز وجل إجا الأموال ما اعتبر أكو مال مشروع إلا إذا إجا من عمل، أموال ما تعتبر مشروعة إلا إذا إجت من مصدر مشروع، المصدر المشروع العمل، وأكو مصادر أخرى هم ترجع للعمل. مثل تدري مثلا الميراث، ميراث هذا شيء قهري، أبوي يموت يترك لي ولد، أنا أرث أبوي، لكن هذا الميراث من جاي؟ أيضا مصدر عمل، لأن أبوي اشتغل حصل، أما إذا حرام أنا ملزم أرجعه، إذا حرام أعرف أبوي ماخذ من حرام أنا ملزوم أرجع الأهل، أما إذا لا ماخذ من عمل مصدر مشروع على الميراث. طيب إذا بواقع الأمر الآن أنا أخذت من مصدر عمل، ثانيا لما أخذت الأموال من مصدر عمل من مصدر مشروع لازم أصرف في مصدر مشروع، شلون يعني؟ واجب أنا حقي هاي أموالي العبيد كما أريد، لا يقول الدين أنت ما لك حق تصرفها بالأقمار، ولا إلك حق تصرفها تشتري به الخمرة، ولا إلك حق الذبة هدر، تجي الذبة مثلا يا نصيب هدر، ما إلى معنى، ما إلى صورة معقولة، ما إلى هدر، ها؟ لا هذا مو الحق، أموال لا تهدرها، ولا تذبها بالمحرم، وتتصرف فيها تصرف طيب، أموالك تأخذها من حقها، تضعها في محلها، هاي اثنين، ثالثا أموالك تنظمها قبل موتك، يعني من قبل ما تموت أطلق هذا وصي يقول عندي هذا التمبليت، هاي خطتها الشكيل الشكيل الشكيل، رتبها لا تظل تاي يعود ويا ما يزلق في الموت مزلقة شوية اختلق ذاك الوقت، قال سووا من شنو ابنه مسجد وصل فلان اجى ابنه قال اذا انا موت اسوي له راح خلاص وتلقى هذا مسكين يلف ويتعب وبالنتيجة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. شنو يقول أبو العتاهية؟ كتبا شوط تربا خدك وسيضحك الباقون بعدك لو قد رحلت عن الحصول وطيبها وسكنت لحدك لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك وترى الذين قسمت مالك بينهم حصبا وكدك يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون أخذك. هنا الأموال تؤخذ من حرية تصرف في محلها، وضع لها المشرع الإسلامي خياطة، شنو الخياطة؟ تحريم السرقة، تحريم الغصب، تحريم السرقة، تحريم الغش، تحريم الاحتيال، تحريم الخداع، كل حرام، ووضع قواعد لحمايتها، قطع السارق، وضع قواعد لحماية الأموال، نجي احنا نفسد هالأموال، شلون نفسدها؟ مثلا أضرب لك مثل واحد، بعد ما جيت احنا نكون نتبع ايد السارق، واضح، شنو هالعقوبة القاسية هاي؟ شنو هالإجرام؟ يا أخي شفت لك شويتين، أنت تعال لو تقوم بإحصائيات، نحن طلب حاجة للإحصائيات، يعني لو نجي مثلا مجتمع مثل مجتمع البحرين، المجتمع الصغير الآن، نقول أن هذا المجتمع كم سرقة تحدث فيه سنويا؟ لنفرض ها؟ ناخذ الإحصائية،
الى حق والشرع، الشبهة مع تضرع بها الحدود، اكو شبهة اكو اماكن تضرع بها، لكن من يكون ما عنده لا جوعان لا مكره لا اكو شبهة، رجل متعود على السرقة يحترف السرقة، هذا قد يروع المجتمع، يحدث بالمجتمع تقلقون، يعتدي على الأمالية العامة، أطراف أصابعة، يطلع أطراف أصابعة، هذا يعتبر جريمة، لكن تجي لأوروبا تصيح عليها تقول قطع الكف جريمة، وبعض أولادنا مو بس أوروبا، هي الصيحة من تجي؟ تجي من أوروبا ومن بعض أولادنا اللي درسوا نظام أوروبا أو أفكار أوروبا، إيه شنو هالوحشية؟ تقول له قطع كف ثالث واحد يحفظ مجتمع على وحشية، لكن سنويا شعوب تقتل تذبح عن اثرها الموحدي، الموحدي شعوب تتقاتل على مالها وحديه. الان تلاحظ الوان من سفك الدم السم على مالها وحديه ابدا، اما اذا اراد يحفظ المجتمع عن طريق قطع الكف الثالث سماها وحديه. طبعا انا دمت على السبب وشد عن هالطريق ألغى الحد، وإذا ألغى الحد ردينا لمن؟ ردينا للسجن. السجن أنا سبق أخبر قبل كم سنة شرحت أن السجن وسيلة لا تحقق الردع بدليل جرائم العودة. الآن لما نرجع الآن إلى أغلب المسجونين تلقى جرائم العودة موجودة، يعود يعني يسرق ويعاقب تظل مدة بالسجن ويطلع يرجع مرة ثانية للسجن ويرجع مرة ثالثة ويرجع مرة رابعة حتى يصبح السجن بيته، يصبح يتمنى إذا طلع مرة يحتمش لا يرجع للسجن مرة أخرى. لبالي الواقع هو إذا فقد وسيلة الرجع يعني ما تحول إلى هو العقاب، العقاب شنو؟ لبالي كيف؟ الآن فقهاء القانون أو علماء الاجتماع لما يجون بالنسبة إلى العقوبة، العقوبة شو صورتها؟ العقوبة تحقق ثلاثة أهداف، الهدف الأول حقق العدالة، والهدف الثاني حماية المجتمع، والهدف الثالث إدراك الحق الشخصي. لا أنا أريد أحمي المجتمع، بيش أحمي؟ أحمي إذا العقوبة راجعة، إذا مو راجعة ما أقدر أحمي المجتمع، هاي إذا سجلت وتأدب حماية المجتمع منك، أما لا إذا أصبح حالة السجن متونس الوقت راح أحمي المجتمع عندك. فأنا أجي أغلق الشف، أوه هاي قطع كف الثالث، هاي هذا عمل غير إنساني، عن هالطريق ألغي، إذا ألغيته ردت السرقة، عدنا إلى السجن، ويتم تدور الفساد في الأرض. فإذاً أصلح الله الأموال بالنظام، إحنا أفسدنا النظام. بعد أصلح الله الأعراض والأنساب بالزواج الشرعي. إجينا إحنا قمنا ننطي نفقد الأنساب، شلون نفقدها شوية؟ نفقد الأنساب الواقع أول شيء نفقد به الأنساب أننا نطيع، هاي المرأة حرام أنتم حامديها، هاي المرأة حرام أنتم كبليها، حاطية كيس أسود، الصورة صراحة خلقوها، هاي نفقد المجتمع، خلوها تنتج المجتمع. إذا مثل عنده معطل مثل واحد نصه مشلول، شلون يمشي غير متوازن، هالنص اطلقوه خلوه يعمل خلوه ينتج. طيب تقول له هو شنو اللي ينتج؟ ما يحصل، هاي تصيحة ظاهرها معقول، خليك شو تريد انت من الانتاج؟ يستعمل تعمل تتعلم تتعلم، لكن اسألك هاي ما تقدر تستعمل الا تطلع فراشة وتاخذها؟ سؤال 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 انت شو صريحين؟ يو لا، يعني انا ما تقدر تطلب علم الا طلع الصدر، هاي طلب علم، اما اذا كانت مستوره وجهها مفتوح مثلا وقاعده تطلب علم هذه ماشيه، هاي بعد رجعيه، اما ما تصير تقدميه الا اذا كشفت لك عن مفاتنها وتحولت السلعه بيدك. اسالك رجاء اللي عنده ذره غيره تكلم الكلام هذا، لكن تصور شلون يصفون غيرتها؟ بس تدري كيف يصفوها حتى تتحول. يقول النبي صلى الله عليه وآله قبل موعد قيام الساعة تهب على الناس ريح فيتهارج الناس تهارج الحمير في الشوارع. ليأتي المرأة ملازمة، أرجوك يعني أنا ما أتمنع المرأة تقول تشتغل، حتى إحنا إيش اضطرينا إلى الإنتاج؟ حتى
مليونير فلوس عندك تكسب الدنيا. يعني انا عايز خليها طالعه من البيت راح عرضه لي عين عليه فلان فلان فلان. يقول غريب انت مو جوعان، انت جوعان وجهه، انت مو جوعان غريب. يقول انا ما راح اعطلك، ما تفتح مستترها كرامتها الدين ما يمنع من العمل اذا حصل كرامتها. اما اذا حولتها الى اداه في معرض فتعيش الحال انت الغير. فكرة الغيرة وفكرة السمو وفكرة حفظ الأنساب وانتهيت بالمجتمع إلى مجتمع حيواني ذرائي. إذا افتاد الأنساب طبعا من هذا يمسك فساد الأنساب. شلون يمسك فساد الأنساب؟ ما حدا يكون شوية مليء هو يوصل الأمر إلى نكر يبيه. هاي ثلاثة بعد الله عز وجل أصلح التعامل والدنيا بالعقول. احنا نيجي نفسد العقول. شلون الله اصلح الارض بالعقول؟ طبعا الانسان شنو ملاكه؟ يعني الان انت لما تيجي الى انسان وتعتبر الانسان في سلوكه شلون؟ اذا كان عاقل تصرفه تصرف عقلائي، يتعامل ويا الناس بعقل، يتعامل ويا اسرته بعقل، يتعامل بالبيع والشراء بعقل، يعني اعمال عقليه. طيب اذا اللي يدير دفه المدركات شنو؟ العقل. وقد ورد في الرواية أن الله عز وجل أول ما خلق العقل قال اقبل أقبل، قال ادبر أدبر، قال وعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني ما خلقت خلقا أحد إلي منه ولا وضعتك إلا عند أحق خلق إلي، وخلق الحر قال ادبر أقبل، قال اقبل أدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أبغض إلي منك ولا وضعتك إلا عند أبغض خلقي. العقل إذا جوهرة وجود الإنسان. ما وهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبه هما حياة الفتى فإن فقد فإن فقد الحياة أليق به أو أجمل به. زين إذا كان كذلك العقل اللي هو ملاك وجود الإنسان اللي هو يدير دفة المدركات، إحنا نجي ليش نفسد العقول؟ نفسد العقول بالمذكرات. شلون يعني؟ والغريبة تجاه شعار مملوء حيوية سوى يستقبل الحياة، هذا لازم يكون عنده تفاؤل، يعني لازم يكون يجي للحياة بصدر باسم متفائل يستقبل الحياة استقبال طيب. يقول لك كنا أنا أريد أدفن همومي ومشاكلي بالخمرة، أريد أتخلص من ضغط الحياة المر علي، أريد أتهرب من هالواقع المرير اللي أعيشه، رغباتي ما جاي تتحقق فأهرب إجازة أصل العقل إجازة. طبعاً أنت ما تقدر تلقى لك جريمة ما إلها تبرير، ترى مو أحد واحد يبرر جريمته، أي واحد أي مدير من الأموات ما يبرر لك جريمته. تقول له ليش قوم؟ تقول لك كاتب الله كاتب علي ربوك أصل الحرام، الله كاتب علي. ها يا أنت ليش بطال ما تشتغل تتكى على أعداد الناس؟ يقول لك تسوي الله كاتب علي حارس رزقي. سبحان الله، الله ما يحبس. أو حمل اللوم القضاء فإنه عود لأحمال الملام مذلل، دائما يشيل بلايا يصب عنه القضاء. يعني تبرير، هذا كله تبرير للحفاظة. كذلك هذا يجي إلى الخمرة، إما أن يبررها يقول لك يا شيخ ما هذا سيار، أنا ما أدري خشبة، أنا قاعد في مجتمع وهذا موجود المجتمع اليوم أكثر، ما أقدر أنا اليوم، أنا مختلف عندي أصدقائي. يعني أنت ما لك أصالة، يعني أنت في أمورك الشخصية ما عندك شيء تقول بي لا، شيء تقول بي إي، ها؟ يعني أنت في بيتك لما تدخل موافقة كان تقول أي لا وأي نعم، في مجتمعك بيعك وشرائك مو هذا تقول لا وهذا نعم، هذا معين تقول لا، في الفرق؟ إذا تقدر تتمرن على طبقة المجتمع، هاي وحدة. بعدين تقول انا اتهرب من واقع المر، طيب انت اذا تهربت من واقعك المر راح تغير الواقع على طول الخبره؟ بالعكس، الرجل اللي يقابل الواقع ويغير الواقع، الانسان اللي يجابه للواقع وينقل من واقع مر الى واقع حلو. فهي الدنيا ليش تغيرت؟ الدنيا يغيرها الانسان بارادته، بتصميمه، بعزمه، مو انا اتهرب من عقلي، من ذاتي، من مقوماتي، بدعوة أن ضغط الحياة علي شديد فأتخلص من الحياة بأن أشرب خمرة، ألغي عقلي. عجيب، إذا في مقياسك المجاني هواية مرتاحة. لا هذا غلط. صحيح العقل تمر عليه أزم يتألم، يعني قد تشوف التجربة
الصوم هذا الطيب المتنبي منذ العقل يشقى في النعيم بعقلي، واخذ جهالتي باشتقاء ينعمه، صح؟ مجرد نظريه. اما ان الانسان يتهرب من مواجهه الحياه ويظل شنو يغرق نفسه بالخمره حتى يقدر يتخلص من ضغط الحياه، هذا تفسير لا سبيل لقبوله ابدا. ولذلك ورد ان مدمن الخمر يموت سكران ويعرض على الله سكران ويقف بين يديه سكران. اذن بواقع الامر افساد العقول، افساد العقول بيه؟ افساد العقول بالمسكرات، افساد الاديان بالشبهات، افساد الاموال بترك الحدود، افساد الانساب والاعراض بيه؟ بترك الاسس الشرعيه. هذه الوان من الفساد. نبالي القران يقول ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، لان الله اصلحها. طيب ثم قال وادعوه خوفا وطمعا. هنا اكو سؤال، هذا واحد يقول الدعاء هو شنو؟ الدعاء احنا الان ليش ندعو؟ يعني اذا لما اقول يا ربي مثلا زود عمري او نقص او زود رزقي، الله عز وجل ايش قد مقدر لي رزق؟ اذا الله مقدر لي 20 و30 مثلا بعد مقدر لي اعيش 30 سنه بعد اخرى، لما اقول له يا ربي ازيد عمري وزدت رزقي، هذا الله مقدره اي لو مقدره؟ اذا مقدر لا سبيل لتغييره، الدعاء ما الى قيمه. واذا لا الله راح يغيره، شنو فائده الدعاء؟ فائده الدعاء ان الله يغيره بشرط الدعاء. هذا هو معنى البداء، البداء عندنا. واحنا اكو عندنا علينا رؤسه بالبداء. رؤسه يقول لك ذولا الشيعه دائما لما تيجي للكتاب تلقى المؤرخين الاولين والاخرين من مروج الشيعه يقول لك ذولا يعتقدون ان الله كان ما يدري ودرى. شلون؟ يقول يدعون يقولون ان الله راح يزود سن عمري، هو من اول عارف عمره كل قصته. احنا نقول الشكل. احنا الشكل ادمغتنا مع البعران مثل ادمغه بعض الناس؟ لا. الفلاسفه الشيعه ادق فكرا وابعد نظرا من ان يتورطوا. ابن سينا ما يتورط في التورط. فارابي ما يتورط في التورط. يعني عندنا شيء افكار من النمط. العلامه الحلمي ما يتورط في التورط. ابن رشد الكندي ما يتورط في التورط. موجوده هشام ما يتورط في التورط. البدع عندنا شنو؟ في اي معنى؟ يعني الاظهار. الله عز وجل انا مقدر لي اني اعيش 30 سنه، مقدر لي في علمه اني زوجني 20 سنه بعد او 50 سنه بعد، بشرط ان اصل رحمه، بشرط ان ادعوه. نبالي اذا الدعاء ملتصق بموضوع البداء. لماذا اتوقع لي اصلا هذا؟ البداء هو مفهوم الايه، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. زين اذا كان الدعاء في هذا المعنى، الدعاء واقع شنو هو؟ واقع الدعاء شعور بالنفس لذاته كامل. يعني انا لما اقول يا ربي انطيني عمر، شنو معناه؟ انا ناقص وادعو من الله بكماله ان يكملني نسبيا، يعطيني شويه عمر ازيد وشويه اموال اكثر. شعوري باني ناقص محتاج وبان الله كامل غني، فاطلب من الله ان يغرق علي من كماله وغناه. زين بهذا المعنى الدعاء عباده. اذا كان عباده ايش معنى القران يقول وادعوه خوفا وطمعا؟ وعيد على الخوف والطمع ندعوه؟ معنى شنو الجواب عليه؟ قال ادعوه خوفا من وجود ما يحجب الدعاء وطمعا في استجابه الدعاء. خوف من وجود ما يحجب الدعاء، شلون؟ اكو عندنا ذنوب تحجب الدعاء. ورد بالدعاء اللهم اني اعوذ بك من الذنوب التي تحجب الدعاء. شنو الذنوب التي تحجب الدعاء؟ منها اولا حقوق الوالدين يحجب الدعاء، اكل الحرام يحجب الدعاء، الزنا يحجب الدعاء، شرب المسكرات يحجب الدعاء. ولذلك استفدت كثير من الناس يقول ليش احنا ندعو الله ما يحجب الدعاء؟ ليش ندعو؟ يا اخي انت ما تدعو، الله طيب يريد الطيب لا يقبل الا الطيب، واحنا اناس ملوثين. إذا ادعوه خوفا من وجود موانع وطمعا في إزالة تلك الموانع حتى استجاب الدعاء. ثم قال إن
بلسان العمل شنو وبلسان القول شنو؟ الدعاء بلسان القول اني انا قاعد بمكاني واريد من الله عز وجل يا رب ارزقني، عندي ارض لا ازرعها، عندي ملك ما استثمره، عندي بيت ما انظمه، واريد من الله ارزقني. يقول لي الله عز وجل اخر انا ربطت الامور بين الاسباب المسببات، غير تحرس، غير تشتري الارض، غير تطلع تشتغل وانا ازود لك، ومش انت قاعد بمكانك، ها؟ وانا حكيت كل مشكله احلها لك، ما سوينا شيء. هذا فد عربي، فد عربي اجى لي واحد عربي سد علي بسكين طعنه. هو اعتد عليه بالمثل طعنه. قالوا له انت ليش تسوي؟ ما تحب ان تلقى الله وانت مظلوم؟ قالوا لا، ما احب ان تلقى الله وانا مظلوم. قالوا ليش؟ قال الله يحتج علي يوم القيامه. يقول لي انا خلقتك مثل العير، ها شكلك انت انا خلقتك مثل العير، والله صرت دافع عن نفسك، ها؟ تجي انا اذا انا ادافع لك عن نفسك، وانا احرك لك ارضك، وانا اجيب لك رزق، تجي شغلك، ها؟ المفروض اني انا ولو دافع الله الناس بعضهم ببعض لرتب القوانين هو بيها. المفروض اني انا اعمل وانتظر ان الله يعطيني. اعمل وانتظر الله عز وجل يوسع علي سبل الرزق ويسعدني سبل الرزق. المفروض اكون انبعاث داخلي، ما لم يحصل الانبعاث الداخلي لا يحصل العطاء. لما يقول ان رحمه الله قريب من المحسنين، اكو دعاء بلسان القول يعني قاعد بس منتكي على الدعاء، واكو دعاء بلسان العمل، اعمل وادعو حتى الله عز وجل ينميني، لان عملي مو هو العلم التامه. انت تشوف خل اضرب لك مثل، تمر على متجر تلقى واحد يعمل وعارض تجارته وكل يسوي، لكن ما حد يشتغل عنده الا القليل. واحد تلقى بديل ابدا ما عنده ذكاء ولا عبقري ولا عرض، حتى عرض معقول ما عنده، ها؟ تدخل تلقى يشتغل لما يشتغل عليه. بس انت لن تختار ما لها علاقه، نبهي لها علاقه بس عليك هي السبب. انت شغلك مو هو السبب العله التامه، انت شغلك مجرد معد والباقي على الله. فانت اذا اردت تدعو كن تدعو بلسان العمل احسن، ثم ادعو الله عز وجل. ان رحمه الله قريب من المحسنين. ولاهميه الدعاء راينا الحسين يقول لليلى عندما اراد علي الاكبر ان يبرز يوم العاشر. المؤرخين يقولون الحسين كان واقف بباب الخباء وزوجته ليلى في داخل الخباء وعلي الاكبر خرج. علي الاكبر ما يعني واقع يعثر علي او على اي كاتب او بارع يقدر يصور لك مدى العلاقه بين علي الاكبر وبين حسين، فالعلاقه عجيبه. حسين سلام الله عليه كان يأنس بمجرد النظر الى وجهه. يعني اذا شافه تنفرج اساريره له، وكان يعتبر هو مثل ما نعبر عنه بلغتنا العاميه فتكت عينه، لان هو اول اولاده، ها؟ فالحسين لما اراد ان يبرز علي الاكبر يقول حميد بن مسلم نظرت الى عينيه يجولان في ام راسه كالمحترق، فبرز علي الاكبر ووجه الحسين تغير. اقبلت اليه ليلى قالت ابا عبد الله اني ارى وجهك قد تغير، هل اصيب ولدي بشيء؟ قال لها لا يا ليلى، ولكن مرج اليه من يخاف منه عليه، ادعي لي ولدك، اني سمعت جدي رسول الله يقول دعاء الام مستجاب في حق ولدها. بهالمعنى وحال الحسين ان عودي الى الخيمه وتولي دعاء لولدك. اعيدي دعاء فأرخت على الوجه المصون
يرفعها بدموع عينيه. فتحت عيني وصاحت ولدي على ما قامت إليه واحتضنت. هذه مرة واحتضنته مرة أخرى. وذلك لما رأته مقطعا عرضا عرضا. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحه.